تزوج رجل من بنت بكر وطلقها ولم يدخل بها، فتزوجت من رجل آخر فطلقها، يظهر مشاكسة دي، الرجل الأولاني طلقها والرجل الثاني طلقها، فهل يجوز لابن الأول أن يتزوجها؟ ابن الرجل الأول اللي هو لم يدخل بها، لا، لا يجوز له أن يتزوجها بحال، بمجرد كتب الكتاب حرمت على آبائه وأبنائه. فالراجل اللي كتب عليه الكتاب ده، الست دي بقت مرات أبوك، فما ينفعش. قال بس ده ما دخلش بيها، قال ربنا ما قالش إنه دخل بيها ولا ما دخلش. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، بس ما قالش إيه. النكاح يطلق في اللغة على العقد ويطلق في اللغة على الوطن، هو ما قالش، فيبقى على الكل، ودام على الكل يبقى العقد داخل فيها، ودام داخل فيها يبقى كتب الكتاب يكفي. طب الراجل ده لو مات، كتب الكتاب وجه السر الإلهي خرج ومات، الست دي أرملته، ده ما دخلش ولا ده، هم ده مات في المسجد وهم بيعقدوا العقد، عقدوا العقد وخلاص وراح ميت، إنا لله وإنا إليه راجعون، بس برضو دي أرملته. يعني إيه أرملته؟ يعني هتقعد 4 شهور و10 أيام. ألا هو دخل بيها دي البت، يا عيني اتقهرت يوم فرح، لكن دي أرملته. يعني ايه أرملته؟ قال أرملته يعني ترس فيه، ويقوم الموت مقام الدخول. شوف كلام الفقهاء بقى علشان يسهلوه عليك، ويقوم الموت مقام الدخول، يبقى لما مات كأنه دخل بيها، تبقى دي ايه؟ مراته، تستحق الميراث، وعليها العدة 4 شهور و10 أيام. والموت بمقام الدخول، فتحرم عليه بالعقد ده ابنه، ويحرم عليها ابوه، ويحرم عليها كذا وكذا وكذا. ادي دي احكام هذه المسألة. هناك ايضا مسألة اخرى وهي العكس، ولد راح كتب كتابه على بنت، يبقى أبوه حماها، فالولد زي العيال اللي هم بتوع الأيام بتاعتنا دي، طلقها، لقاها بتعمل شاتنج في النت فراح مطلقها. طيب أبوه ينفع يتجوزها؟ قالوا لا، ما هو برضو زي الابن ما ينفعش يتجوز طليقة أبيه التي لم يدخل بها الأب، كذلك الأب ما ينفعش يتجوز حليلة ابنه الذي لم يدخل بها الابن. يبقى إذن العقد بيحرم الآباء وبيحرم الأبناء بمجرد العقد، وتسري عليها هذه الأحكام.